السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمله مع بعض كده الاكلة اللي انا قلتلكوا هنصوروها وقت تاني، الملوخية. انا كنت عاملاها مع البط. هنوريكي بقى الطريقة بتاعت جدتي اللي هي الصعيدية، اللي بتعمل الملوخية بتعملها ازاي. انا الحلة معايا فاضية اهي، هحط بس فيها شوية زيت، وهحط معايا بصلية صغيرة مقطعة وطماطمية صغيرة خالص مقطعة، طبعا بتقطع قطع صغيرة. مجرد ما الزيت ما بيسخن هنزل بالبصلة، هي بتاخد تقليبتين كده عشان بس تدي لون وتبقى طعمها حلو كده، ما تبقاش نية. عايزاه كده يعني ايه، تتقلب حبة لحد ما تبتدي تخش في الصفار الخفيف خالص. يعني الطريقة دي انا اتعلمتها منها وبعملها، طبعا طعم الملوخية بيبقى جميل. انا بتبقى بصلة صغيرة جدا يعني مش حاجة جامدة. خلاص يا لونها كده حلو، فبحط بقى الطماطم اهي. مش عايزاها تتحمر، انا يدوب عايزاها تبتدي بس تصفر كده، تدي لون خفيف خالص. ونفس الحل الطماطم، يدوب بس تتقل حبة كده. بس كده خلاص هنزل بقى بالشوربة بتاعتي اللي انا كنت عاملاها، شوربة البط. طبعا بيبقى طعمها جميل قوي من الملوخية الخضراء. في بيحبوا يحطوا صلصة مع البصل بس من غير طماطم، في بيحطوا طماطم وصلصة، انا احيانا بحط صلصة بردك، بتدي طعم حلو بردك للملوخية. يعني هاخد الكمية الشوربة اللي على قد الملوخية، مش هزود طبعا عشان ما تبقاش خفيفة، تبقى معقولة وحلوة. واسيبها بقى تغلي. هاخد بس معلقة صغيرة من التوم اللي انا دقاه بالكزبرة اللي هي بتاعت طشة الملوخية، اخد معلقة صغيرة نية كده احطها معاهم. هنزل بقى بالملوخية بتاعتي، في بيحطوا عليها كربونات وفي ما بيحطوش، طبعا كل واحد حسب رغبته حسب اللي بيحبه. انا يدوب كده اطفي عليها على طول، مش هسيبها طبعا. اهم حاجة الملوخية ما تتسابش على النار عشان ما تسودش وما تغطيهاش، بص لونها بيبقى مخضر وجميل. طاسة بقى بتاعتي جاهزة كده، شوية زيت، سيبهم يسخنوا كده حبة حلوين. اروح حاطه بقى ايه، التومه اللي انا دقيها بالكزبره اللي هي الطشه بتاعه الملوخيه، اللي اخر حاجه واخر خطوه للملوخيه الخضراء، اللي اسهل منها مفيش واطعم منها بيبقى مفيش. يعني وكده عملنا الملوخيه ومش محتاجه اي حاجه وسهله جدا. في بيحبوا يضيفوا المرقه، انا ما بحبش، يعني انا كفايه عليا الشوربه بتاعه البط، مش عايزه مرق الدجاج ولا اي حاجه. خلاص كده يا دوبك احط بقى الطشه في الملوخيه، وكده يعني الملوخيه بتاعتنا خلصت تقريبا. يعني يا رب بس كده الفيديو يكون عجبكم، في التوكو بشيك كده بسيط قوي. اللي ما بيعملش الملوخيه بالطريقه دي يا ريت يجربها، هتعجبه جدا. ما تنسونيش بقى اهم حاجه، اللي عجبه الفيديو طبعا يعمل لنا اللايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس. واشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.